السلام عليكم. مبروك علينا 3 بوان اللي كان ظن جات معطله جات معطله. كنلعبوا كان كريو لو جو ديالنا، ولكن في الاخر كان ما كانش لنا حظ. كنشكر الجمهور اللي جاو ساندنا، وان شاء الله هذه هي البدايه ان شاء الله باش نحققوا المبتغى. وشكرا. الحمد لله المقابله كانت صعيبه شويه، وبحكم اننا مع مؤخرات الترتيب الحمد لله كنهداو الفوز لهذا الجمهور الصفراوي اللي دعمنا اليوم، وكنا عازمين ان شاء الله باش نحققوا ثلاثه النقاط. الحمد لله تحققت لنا ثلاثه النقاط، ومازال نقول الكلمه ديالنا في كامل الدورات. وشكرا شكرا. الحمد لله المقابله لهذا الانتصار هذا اللي كنا كنتظروه بفارغ الصبر. الحمد لله تاثرت لنا الخدمه اللي كنا كنخدموا عليها من بدايه الموسم، ونتمنى ان شاء الله في باقي المقابلات نمشيو على هذا الريتم هذا، وعلى هذا باش نمشيو مزيان ان شاء الله في البطوله ونلعبوا عند الصعود ان شاء الله الى كثر. ما بالكم كاين التصغير من بعد التصغير المكسب؟ لا بالنسبه للفريق يعني ما كاينش ما جاتش وقت تام. حنا الفريق كنا كنشتغلوا كجروب، واللي جا مرحبا به، وحنايا كنخدموا خدمه واحده، كنخدموا كجروب وكمجموعه. اللي جا مرحبا به واللي جا كيعاون الفرقه، وكل شيء صالح الفرقه ان شاء الله. الشباب ديال صفرو كنقول الشباب ديال صفرو يدعمونا ويزيدوا يدعمونا في باقي المقابلات الجايه ان شاء الله، وما يكون الخير ان شاء الله. دوزنا مقابله جميله، والتوفيق للدراري اللي تقاتلوا معنا هذا النهار هذا، والخير مازال قدام ان شاء الله، ومازال نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله، وان شاء الله يكون غير الصعود هذا العام هذا. اول حاجه كنبغي نشكر جميع المكونات ديال مدينه صفرو، من السلطه المحليه، من الجمهور، من العشاق ديال وداد صفرو، لانهم صراحه وجدوا لنا الارضيه باش نخدموا في الحمد لله ترونكيل. الشعور ديالي كصفريوي اول حاجه انا فرحان بزاف، وكرئيس فريق وداد صفرو هذه البدايه ان شاء الله. كما كان الحديث مع الطاقم التقني هذا الاسبوع بان ضروري كيخص تكون هذه الانطلاقه باش نبقاو غاديين في الصفوف الاولى، باش من يجي الميركاتو ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا من بعد داكشي. الطاقم التقني انا جد سعيد معاه، لانه فاهم لي بيوت ديالنا، فاهم الاهداف اللي غادي ليها، وكنتمنوا الخير ان شاء الله. هذا يلا بدينا. الفريق الاول هو لا فيترين ديال ليكيب، هانتوما كيما شفتوا كاين واحد التحسن في الاداء. دينا الفريق لطنجة لمعسكر تدريبي ديال 10 ايام، كنشوفوا من يخرج الفريق خرج بواحد الروح ديال التنافسيه، واحد الروح ديال الفريق، واحد كاين تغييرات كتجي بشويه، ولكن بوادر ديال الامور غادا مزيان بدات كتبان ان شاء الله. هذوك بدائيات كيخصهم يتوفروا لي سالير لي بريم الترونسبور، الامور اللازمه باش تمشي الفرقه. هذا الدور ديالنا كمكتب، هذا هو الدور ديالنا. احنا ما كان نديروش لا جيرونس ديال الفرقه، كنوفروا الموارد اللي خصها توفر، والحمد لله كل شيء في امان الله من جميع النواحي. شوف انا كما قلت في الجمع العام غادي نديروا لو بلي بوسيبل، يعني اقصى ما في جهدنا باش نوفروا واحد الجو اللي غيخول الفريق بانه يحقق نتائج طيبه. يعني نقدر نقول لك انا فرحان مع الاخوان، كنخدموا في واحد السلاسه. انتم شفتوا الحضور ديال السيد رئيس مجلس البلدي، كيعطينا يعني لو سيبور، يعني الدعم اللي خاصنا. الملعب ما غاديش يتسد، غادي يلعبوا في هذا الموسم. احنا كنفكروا
مع يعني كفريق واحد باش غادي نشوفوا شي حل لهذا الملعب ان شاء الله، وهذا غادي يكون عما قريب ان شاء الله. ولكن شوف يعني جميع الظروف مواتية، لا 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 يعني كل شيء راه واقف وراء الفرقه، من كل شيء، من السلطه المحليه، من جيش بلدي، شفتوا الاخوان، يعني الحمد لله هذا خير، هذا خير. احنا من الاشياء اللي كنشوفوا فيها بزاف 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 في الخطه ديال الخمس سنوات، غادي يكون واحد التقديم ديال الخطه ديالنا من طرف السيد الكاتب العام سعيد اليوبي، اللي غادي يقدم لكم جميع المعطيات ديال الخطه. اللي احنا اول حاجه ركزنا على الفريق الاول، احنا كنعرفوا بان كاين فئات، وكنعرفوا بان كاين مدرسه، وكنعرفوا بان كاين فريق ديال الاناث، هادو كلهم راهم رحنا كنهضروا فيهم وكنحطوا لهم الخطه المستقبليه ديالهم. ولكن اول حاجه اللي كان خصنا نبداو به هو هي الفريق الاول، نثبتوا الفريق الاول، نحطوه في سكه الانتصارات، وان شاء الله الامور الاخرى غادي تجي وراها متتاليه ان شاء الله. هذا فريق اللي تاسس سنه 1971 من اعراق الفرق، الفرقه ديالكم محتاجه لكم، غادي يكون ان شاء الله الخير. ولكن حنا كيخصنا كمكتب حنا كنوفروا الجو وداك الشيء اللي خص، خصنا نحسوا بان هذا الفريق يعيشوا طفره، وهاد الطفره ما كتجيش من اي واحد، كتجي من الجمهور ديالها. غادي حنا دابا في خضم الحديث مع مكونات مدينه صفرو لانشاء جمعيه محبين وداد صفرو، وباش يكون واحد التاطير للجمهور الصفريوي، باش حتى حنا نبداو نخلقوا الفريق في الملعب ديالنا بجمهور ديالنا، كما 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 مدن اخرى عندها الجمهور كتلعب اللاعب 12 او اللاعب رقم 12. يعني بغينا نخلقوا الفريق باش اي فرقه كتجي لمدينه صفرو عندها واحد الجمهور مؤطر مربي مخلق اللي كيشجع الفرقه ديالو.